أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، أكد على ما وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من مستويات متقدمة، مستندة إلى أسس راسخة من العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الممتدة لأكثر من 200 عام. وأكد سموه على ما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى رعاية سموه حفظه الله اليوم حفل وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز آل خليفة الرياضي العسكري بمنشأة الأسناد البحري البريطاني. فلدى وصول سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد كان في الاستقبال سعادة السيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين والعميد بحري فيليب دينيس قائد المكون البحري البريطاني والمقدم بحري أليكس سافاج قائد منشأة الإسناد البحري البريطاني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. ونوه سموه بدور منشأة الإسناد البحري البريطاني منذ افتتاحها عام 2018 في تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وإسهامها في حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق والدفع بمسارات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة. من جانبه أعرب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد على تفضله برعاية حفل وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز آل خليفة الرياضي العسكري لمنشأة الإسناد البحري البريطانية، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة ودور منشأة الإسناد البحري البريطاني في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، لافتا إلى دور المركز الرياضي العسكري في دعم منتسبي منشأة الإسناد البحري البريطانية.